توصلش 40. انا انا حاجه الصيف هنا مؤلم مؤلم جدا الصيف. والتوقعات طب ويوتا اقصى حاجه فيها ايه في الصيف؟ السوق يوتا ممكن توصل يعني لما توصل 95 او 100 في يوتا ممكن، بس مش هتطول كتير، بس ممكن توصل 90 وتقعد مساعات طويله. 90 يعني يعني حاجه زي 36 درجه، تقعد ساعات طويله، تقعد لحد طول الليل ممكن. لا مش طول الليل، الليل ما توصلش 90 طول الليل. كنت جنب الجبال هنا، بص كل العالم بتتصارع على حته جبليه صغيره عشان يقعدوا عليها. شايفين حتة النجيلة دي حاجة كبيرة أوي أوي أوي. In a quarter mile, use the second from the right lane to take exit 19A for I-405 south towards Santa Monica. هنا في الصيف بيصيف جحيم. جحيم الصيف. بعدين تروح كل التراكات ستوب في الصيف تلاقي كل المايه ضاربه مفيش شمس. بتبقى عرقانة ومش زاقية تاكل ومش لاقي حتى تقف في أي حاجة. يعتبر جو مثالي. مثالي؟ اه من الناحية الصحية ده جو مثالي، في حرارة شوية، محتاج انك تشربي مية. بس يعتبر مثالي لأنك أنت أحسن درجة ليكي وأنت قاعدة ونايمة 70 درجة، 68 درجة كويسة. بس انت ما كنتوش كده لما جيت المره اللي فاتت. لا ما كنتش كده. ما اعتقدش ان انت المره اللي فاتت كنت تشتكي من اي ظروف جوية. اه. الجو ما كانش كده، انا كنت ببقى لابسه عندي صور. في لوس انجلوس كنت لابسه بلطو وتحتيها اكتوبر. الجو ما كانش كده، الجو ده بتاع جو مصر. جو مصر في الصيف. انا في الصيف في مصر ما بنزلش اصلا. تروح المول عند كابوب تجيب اكل، تجيب
Ça peut être bête. C'est la première.
غالي بس كانت الكواليتي بتاعته معليه. بس ما كانش فيه كميه اكل احنا رحنا. بس انت ضربت ايه امبارح؟ كفته؟ كفته. اما ثقافه الكفته دي بقى هي اللي هتأذيكي قوي. ثقافه لان كل الحاجات اللحوم الحمراء بتضيع. انا طلبت سلم سي فود. اللحوم الحمراء فيه كوليسترول عالي. مفيش فيها الزيوت الاسينشالز. بعدين طلبت انت بعد كده كفته تاني. لما الكفته اللي كانوا حاطينها لي كانوا حاطين لي ثلاث كفتايات صغيرين كده. حاطين لي عينه يعني. اكلتيهم ولا؟ انا اكلتهم. ثم حاطين كده ومعلقتين رز. والغريب ان عليه زحمه. تبس قبل ما تكون اشوف الاكل شوف ايه يعني. ولما اكلت ما دفعتش تبس. ده كلام. وبعدين دي على فكره اول مره ما دفعتش تبس.